السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومتابعيني من قناة محمد رقل. نرجع لكم اليوم بفيديو جديد برأي جديد. اليوم وياي دراجة KTM 390 أدفنجر، وياي اليوم تشوفون رات الكامل. اليوم وياي جروب، سوينا جروب خاص بينا دراجات عجلة الخليج، يعني بنلي KTM مشكل الدراجات. وإن شاء الله اليوم احنا حاليا هذا شارع المسبح كرادة خارج من أكسارات، وحاليا كرادة نعتبر بالكرادة. فكرتنا اليوم إن شاء الله مسوين رايد مع الشباب تقريبا 10 درجات، ما حسبتهم والله صراحة، بعدين أحسب لكم إياهم. رايحين إن شاء الله إلى المدائن كرايد بسيط، يعني ما أعتبره في درايد ضخم. نتعرف على الولد بس الوقت نشوف الترتيبات، خل راويكم إياهم من هنا. ما شاء الله رتل رنان. عندنا بنليات، عندنا KTM-ات صايره مشكله. عموما فكره الرايد انه نتعرف على الشباب، بنفس الوقت نسوي تجمعات كدراجات، احنا كزيرو كجديده كبنلي KTM هواي دراجات عندنا، فهاي فكرتنا. انطوا لايك، شاركوا المقطع اذا يعجبكم وبلشوا بالفيديو. هاي المنطقة طبعا انا اول مرة اجيها، هاي الزعفرانية الطريق الجديد اللي سووه من ناكن سيد، فهذا الطريق الجديد. ما شاء الله مكان جدا حلو، راقي طبعا، انا اول مرة اشوف المكان. حلو. خلينا نكمل وين الرايد مالتنا لان ما نريد نعوفهم. انا صرت الختاميه مال الرايد، يعني اخر دراجه، اخذ راحتي. حتى لا اشاير ولا هاي الامور، بنفس الوقت للمسؤوليه، الاول والثاني ذولا مسؤوليه، طسات هاي الامور، كذلك الطريق لازم يندلونه، فاني خليني بالاخير افضل شيء وي الشباب. اليوم انا وياي هم تيست لدراجه KTM، هم نعتبرها تيست بعض الشيء، لان هاي تقريبا اول يعني مرة طالع بها كرحلة بسيطة مو طويلة، يعني 120 كيلو روح ورجعة. الله يحفظ الشباب إن شاء الله ويكون رايد مرتب. وياي البطلات البنليات اللي 502 اللي هي دراجتي الثانيه مثل ما تعرفوها، دراجه جدا جدا راقيه ما شاء الله عليها. ما شاء الله على هذا الجسر، بس تشوفون ترتيبه كلش احب هاي الجسر، طبعا صغير بس ما شاء الله حيل حلو. طبعا هذا من الجسور كلش قديمه، يعني يمكن الثمانينات اعتقد، بس الترتيب مالته كلش حلو ما شاء الله. ويانا البطله KTM ما قصرت. طبعا الشيء اللي يعجبني من اروح للمدائن تتغير الريحه تماما، لان تعرفون المدائن قليل السيارات، مو مثل بغداد احنا بالسنتر، ونفس الوقت اكو خضار كلش هوايه، فالريحه الهواء يتغير يعني جذريا عن بغداد. هاي النقطة كلش انا احبها، من اللي اشياء اللي جاذبتني للدراجه هذا السبب، انه اسافر واشتم هواء طيب بدون بنزين، بدون هاي المولدات اللي ببغداد، مثل تشوفون هواي خضار المدائن، طبعا اكثر شيء بها مزارع، فهاي نقطه جميله. عموما حاليا احنا بالمدائن، تقريبا سوينا الطريق نص ساعه، لانه هو تقريبا 40 كيلو من الكرادة طلعنا. الجدول مالتنا شنو ما اعرف بعد، يم الكابتن يم القائد. ما اعرف شنو الموضوع، بس عموما راح نقعد بمكان نرتب وضعنا ونفس الوقت نتعرف على الشباب، هاي فكرتنا.
ضاعوا لي الأجواء، ضاعوا لي الأجواء. ما شاء الله ما شاء الله. أبو الإيراني يشكلوا يعني طلب، الإيراني طلب. شوف الطلب مالتها. وتقريبا وصلنا طاق سرعة، طبعا طاق سرعة قدام هذا تابع له، ما اعرف شو صح له صراحة. عموما وصلنا، الحمد لله على سلامتنا وسلامة الشباب. دائما نقول هاي العبارة لان جدا مهمة، لان احنا سواقنا اهل السيارات تعرفون شنو موضوعهم، فدائما نقول هاي الكلمة. بعد الترتيبات خلينا نشوف شو راح يسوون الولد، ان شاء الله خير. طبعا هاي اثار كلش قديمة مال طاق كسرى، لكن مع الاسف الدولة ماكو اعتناء كذلك، فالحمد لله. طاق كسرى هذا مقابلنا صار، انا اريد اراويكم جهه عبد الولد، لان اريد اراويكم هذا طاق كسرى، وهذا الوران اللي المكان اللي ما اعرف شنو يسحوله، مكتبه ما ادري شنو، هم قصر احتمال قصر. طبعا اليوم ويانا الدعم اللوجستي شركة هذا الخليج، مطلعين ويانا السيارة مع بعض الأمور اللي نحتاجها. وهنا طبقنا دراجاتنا، الجماعة راح ياكلون هيك خفايف مو مع الغداء هالسوالف. هاي لو ما شايفها كان أدخل بيها. نعطي أركيات هنا الرول 250، هنا 250، هنا الهوس كونفرنا ما قدر اشتري.
شباب هنا راح اذكر لكم الفرق بين الادفنجر وبين الدوك. طبعا اكو هواي فروقات مثل ما تشوفون، اول فرق الضخامه اللي بيناتهن. هسه انا موقفهم تقريبا نفس المستوى، يعني تقريبا حتى التاير باع الفرق اللي هنا، تقريبا هنا الفرق عندي تقريبا 30 سنتيم بالطول احكي لكم، وغير المساله يعني مالت العلو. هاي اول نقطه راح احكي لكم تقريبا يعني الفروقات الموجوده الرئيسيه بين ال 390 الدوك وال 390 عفوا الدوك والادفنجر. اول فرق مثل ما قلت لكم الموضوع العلو. هنا عندنا التاير جاي 19 الامامي، الخلفي جاي الامامي 19 والخلفي اعتقد 17. هنا جاي 17 ب17. ليش؟ لان هاي دراجه نعتبرها بعض الشيء انه دراجه بطح، هنا دراجه رحال. موضوع هنا عندنا فرق بين الرادياترات مالتها، هنا الرادياتر مالتها كلش كبير، شوفون الرادياتر، هنا الرادياتر مالتها صغير. هاي نقطه مهمه للترحال. هاي هنا اثنين بنكات بيها، هنا بنكه واحده، هاي فرق رئيسي. السرعه والموضوع الاحصنه كليتها 44 حصان، يعني ماكو اي فرق بالسرعه، فقط هنا الدراجه منطيها ادفنجر للرحلات. حتى تشوفون هذا الموضوع، هنا ماكو، خليها دراجه نقدر نقول بطح ستريت. موضوع التاير هنا عرض جاي، اعتقد هنا جاي 140، هنا جاي 130. تشوفون فرق كلش هواي بيناتهن. اللي يدور دراجه ستريت مال الشارع وبطح تسارع انا اشوف هاي، واللي يدور رحلات اكيد اكيد راح ياخذ هاي. خراويكم الشاشات، هاي الشاشه مالتها، طبعا ما اشوف اي فرق. هاي الشاشه مالتها ما عاد انا مغير الاعدادات هنا، نفس الفرق. الستيرن اعتقد نفس الستيرن، ما عاد هنا جاي هذا اعلى، اعتقد هذا نفس، لا هذا شوي يختلف الستيرن، ما عندنا. والباقي التحكمات كليتها نفس الشيء. طبعا التانكي هنا عندنا يختلف، لان هنا جاي مباشر حديد، هنا عندنا لايلون وجوا جاي حديد. الكيشنات تختلف كذلك، هذا كذلك يختلف عندنا. راح اراويكم من هنا. الشاصي اكيد طبعا يختلف، المحرك الوحيد اللي يشيل ما يختلف بها. الصالونصه خلينا نشوف ليش الصالونصه. الصالونصه كذلك تختلف، والشاصي هنا عندنا ما يختلف. حلو، الشاصي هنا ما يختلف، المحرك مثل ما قلت لكم واحد. ولهنا شباب وصلنا، راح ننهي الفلوق بهذا المكان المدائن. ما عندنا شيء جماعة، قعدنا اكلنا اكل خفيف ويعني تعرفنا على بعض شيء بسيط. ومثل ما تشوفون يعني شوي اخذت الفرة بالكي تي ام الادفنجر، يعني صار فترة يعني ما طالع بيها، فقلنا نجربها في هاي الاوفرودات. لهنا راح ينتهي فلوقنا. انطوني لايك اعجاب بالفيديو، شارك الفيديو اذا عجبك، وان شاء الله انتظروني سفره قادمه بهاي الدراجه. ان شاء الله سفره شماليه راح تكون، بس يمكن ارتبها، لازم احط لها جنط هاي الترتيبات. عموما الشباب جهزوا وراح ننطلق ان شاء الله، كل واحد بحديته. يلا في امان الله.